قابلت بسمة. قابلت ده صمول تاني بكوين اللي هو عارفة الراجل اللي بيقولنا ايه كل حاجة فيها قاع في قاع صراحة مصدي بسي ايه لسه انا كل ما اشوف بسمله هتقولي ايه كل ما اشوف بسمله ماكدونالدز عايزه اقولها تعالى نقعد في بيتزا هات ماشي اليوم انا احكي لك قالي تدوهي لا احنا اول ما رحنا ماكدونالدز اول ما رحنا عايزين بيتزا شافت المنيو اتصدمت هات لا يا ساره مفيش حاجه بتوفر لنا اكتر من ماكدونالدز يعني هناك ليه هتشربي وتحلي بابلكيشن ماك وخلاص خلاص مش باقي ليه بقى الأبعار كانت دخلت بقى ايه بيتزا 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 أول ما شفت المنيو اتصدم طب ما خدت الأول بس أحيانا النهاردة من النوم الساعة كام؟ الساعة 9:30 دلوقتي أنا مالي أنت المهم إن أنت صحيتيني أنت المفروض أنا نايم الساعة كام؟ إحنا قلنا نتقابل إحنا قلنا نتقابل إمتى؟ قلت لي إن إحنا نتقابل الساعة 10:30 قلت لك 10:30 تبقي قدامي لا انا انت جايه لي الساعه كام انت جايه لي الساعه 12 الا ربع 10:30 صحي كده يا جماعه جايه لي 12 الا ربع واحنا كنا متفقين ان احنا نتقابل الساعه 10:30 كلامها كله متأكدة؟ وقعدت تشتم في تليفوني اللي هيصورها النهارده وقعدت تشتمني حصل ادي حقيقه بصراحه وقعدت تهزقني عشان هي عصبتني يا جماعه ماشي والمك انا مش عارفه اعمل ايه هتعملي ايه؟ قعدت امبارح لحد الساعه 4 بفضي التليفون بتاعي علشانها عشانك عشانك عشان تشتمي تصوري عشانك هتسلمي بقى على دي طول اليوم والله هاخدها كلها دلوقتي مش عارفه انا بحبها اصلا فيا جماعة النهاردة هيبقى يوم حافل ليه بقى؟ عشان نروح الايفنت تحت دول حتى السلسلة يا جماعة حتى 100,000 ده انا عارف انت حتى كم وقرفاني على كام يلا مش هقول يا جماعة مبلغ محترم سر مش 5 دولار كل شيء تخش تطمن على السنتات اللي بتنزلها وعماله اقول لها وما ينفعش يعني كمان التذكره دي تدوني ببلاش النهارده يا جماعه قررنا ان احنا نطلب من موبايل ساره ماكدونالدز عشان كل مره بتحسد النقط اللي عندي والله راح عندها نقط كتير كدابه يا كدابه انت مره فاتت مسكت موبايلي وقلت لي كل دي نقط انا لا مش انا والله مره بعت الكلمة بتاعتي بتتبلى عليا والله مش بتعرفوا ان انا ما واحده ظلم مفترية يلا يا عيال انا عشان قدام الكاميرا مش هتكلم عشان انا متربيه تعرف مره لا مش تابع على دور ده انا عايزه اقول لك كده عشان انا جاي سيبتيني انا ماشي مع المره اللي فاتت اكلتني بيف انا بكره البيف واكلتني بيف امتى؟ بعد ما انا شفت الفيديو يوم بحكي بس يوم. بقى بس بقى طالبه مين بقى تقريبني لازم قرايك بال عملوا بالكرتون وحطوا مش عارف بس هاتي ما انت لازم تروح بطل بيه اكل بيه مش تاكل بيه بعد كده خلاص مفيش بيت تاني عايزة يعني انا اللي بحب ماك مشيتي وانا حب كنت عايزة اعمل الفيونكة من فوق والله كنت عايزة اعمل الفيونكة من فوق يعني بس بعد كده حسيت نفسي ان انا طول الوقت بعمل يعني ايه فيونكة من فوق؟ فيونكة رحلة الهدايا اللي انا بعملها دي وبعدين يعني في صواني راحة جاية يا بقى انا بصراحه من ماكدونالدز اي صينيه بعديها من جنبنا بتبقى بتاعتنا يعني كل ما تقولوا بصيني ليه كده اعرف ان في حد بعديه بصينيه من جنبنا الفكره ان هي جايبه لي عرض سندوتشين مع بعض هي بصراحه كانت عايزه سندوتش ان انا هشيله علشان يكمل معايا بقيه اليوم بص احنا كده كده هنصور واحنا بناكل اه احنا كلهم
ونشوف مين اللي هيوفر ونلم تعملها صار يا جماعة بتشوف اي ربطة بتعملها وبتقريف ان انا بتقول بتقولي حلوة بس انا حاسس ان هي وحشة حلوة صار يا صاحتي يا صار انا عايزكم نستلم بجد مش اي حاجة نلاقيها نقلدها انت كبيرة انت مالش ان انت تعملي كده لازم نجو الفاشن فاشن ايه يا شيخة فاشن ايه يا شيخة بتعمل زعلاء الدين انت تقابل ده حلقة ايه هي دلوقتي تقابل ده حلقة ايه طب انت تقابل ده حلوة ال رايت حتى تكتب تشوف ايه ده هي مش احنا اللي جايبينها مع بعض دي بتاعت بسام دي كمان دي والله موجوده معايا في حاجه من الحاجات بتاعتي ده جايبها هي عليها وردة وخرجها لا والله في واحدة كده ما علينا حلوة حلوة كيف ده طب انا عايز واحدة زي دي فين من عندي واحدة كده عشان انت المحل عندي اصور لك اللي انا عايزينهم عايزة منهم عشان احط واحدة من هنا وواحدة لا لا ايه الهبل ده ايه هنا هنا وهنا ايه ده اما انا احط واحدة لا دي واحدة رقيقة وواحدة رقيقة بس انت بتقولي ايه كلام لا والله بصي احنا ما ينفعش نحط اثنين ليه ما حط اثنين الناس تفتكر ان احنا بنحط دماغنا من الوجع بتاعنا لا يا مدام بقى اصل ساره ما انا بنتها اول مره اما قلنا ماكدونالدز حسيت ان انا بقولها حاجه عيب والله لا انا متعوده انا ماكدونالدز لا انت قلتي تعالي ناكل حاجه ثانيه اول مره قابلتك انت انا دايما من عشاق الشاورما يعني انا بحبش الاكل ده ليش ما تفهميش بلاش انتي كل لما بنتقابل بناكل ماكدونالدز معناه ان انتي كمان عشان انا باكل لا عشان انتي يا ساره برضه بيبقى انا ما بفهمش يبقى انتي ما تفهميش فانتي جايه تشتمي نفسك يا ماما على فكره هي مش محترمه ليه بقى مؤدبه ليه عشان اكبر منك طيب مين بيعدي في الشارع نو انا هسالك اسئله بصراحه عشان هي مش معترفه ان انا بعمل كل ده عشان خاطرها باكل حاجه انتي مش لسه كنا ناكل عرضيه زي دي غالي ونجينا ماكدونالدز مش لاقي شاورما هتلاقي شاورما مين زهقت وعرضيه مش هتعبط يا جماعه بس اقول لكم حاجه والله اقول لكم حاجه بجد ساره يا جماعه بتلف وتسمع كلامي ثانك يو هو ممكن الصندوق بعد الاكل ده مش وانا ممكن افهم حاجه فين بتاع البطاطس بتاعي اهو هو ده انا خلاص هي ده في ال هو السندوتش الصغير ده استني بقى عشان انا لو لقيته دي فانا مش عارفه اعمل فيه ايه هتبقى الموبايل كده ولا لسه؟ تزميني والله تزميني غريبة مصدومة طبعا يا جماعة من نفسي رأيها ولا باكل عشان بصور حلقة انا هروح اشوف ايه ده لا والله انا ريت يبدا
لازم دي صح؟ لا انا هقول لها هتعمل ايه؟ كده انا وساره قاعدين عن بعض بقولك عاملين سكيب لمنظرنا واحنا بناكل بسرعة طبعا يا جماعة انا وصلت ان احنا قاعدين سوا بتتنمر على الناس الحقيقية عبد الصمد انا كنت عايزه اسافر صغيره كنت لازم اكون صوابع مش باينه يا حبيبي صوت صوت لو انت تشاورين ولا محد يبقى انا خايفه لو هحط الفكره على العيش بتاعتي والله ده احلى الدنيا على وجهها كبيره والله والله بجد والله دي احلى والله اسمع مني استدعيت الدنيا جايبه لي احسن اسئله